نلتقي اليوم لنحتفي معا بالذكرى 60 لاستشهاد القائد الرمز السي علي سويعي رحمة الله عليه. نلتقي معا في هذا المعلم التاريخي لنتذكر بطولات الأسلاف من المجاهدين والشهداء الذين تركوا ملذات الحياة وضحوا بما يملكون من أجل عزة وكرامة هذا الوطن العزيز. مجاهد الشهيد علي سويعي حاضرين مع بعضنا، راجل باطل نتاع الثورة ما عندنا من قام بالواجب نتاعو، قام 200% بالمسؤولية نتاعو بالتسيير نتاعو، راهو قام ما عندنا ما شيء، راجل باطل.